وكنا في على هامش هذه زيارة جميلة لـ LA ومنورنا يا دكتور باسم. عشان احنا رجعنا للثمانينات تاني. اوكي. حاجة جميلة قوي. ومعانا دكتور اهلا بيك. اهلا بيك. دكتور باسم الحقيقة من بعد زيارة بعد مصر في اختفاء حصل الليل. لا ما فيش اختفاء ليا. هو في اختفاء للبرنامج بس ما فيش اختفاء ليا. اختفاء للبرنامج طبعا كل الناس متابعة عايزة تعرف. مش انا لوحدي, في ناس كتير مختفين يعني من بيوتها بس مش مشكلة. كنت بحضر لحضرتك لقاء وقلت انه السقف بتاعك في الكوميديا انت مش هتقبل اي نوع من انواع المحدودية في السقف بتاع الكوميديا. وضح لي شوية اكتر انت تقصد ايه بالموضوع. ان انا اقول اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه وعلى اللي انا عايزه. بالظبط كده. انت شايف دلوقتي ان الناس في الكوميديا او الحرية كان في الوقت اللي احنا فيه بنتكلم فيه عن سقوط الاخوان المسلمين وان الاخوان المسلمين بيمشوا والاخوان المسلمين قافلين البلد, كان في سقف من الحريه كنت حضرتك؟ كان في, لان هم كانوا بيحاولوا يغطوا السقف بس ما كانوش قادرين. بس دلوقتي للاسف ايه اللي مخليهم مش قادرين؟ لان هم مش متمكنين من السقف, ما كانش لهم عندهم الوقت ان هم يقدروا يعملوا كده. لكن دلوقتي يعني اتضح ان ما فيش نظام احسن من التاني, كل واحد عايز يهبط السقف باي طريقه. الفرق ان واحد نظام نجح والتاني ما نجحش. يعني النظام نظام من وجهة نظر دكتور باسم, انت شايف بقى علاج النظام اللي احنا فيه ده ايه؟ والله مش عارف. انت اول ما عملت حلقة واحدة بس يا دوب موتك. عملت, لا عملت حلقة واحدة وبعدين عملت بعد كده كملت في MBC 13 حلقة بعدين. طيب دكتور باسم يوسف ناوي يكمل في المسيرة الجميلة اللي بدأها وكل الناس حباها, عايزين نشوفك تاني ان شاء الله. نعمل ايه؟ هتفرج على اليوتيوب قريب الشهر الجاي يعني في برنامج على فيوجن اسمه ديموكراسي هامبوك ان شاء الله. دكتور باسم يوسف نورتنا في LA. الحقيقه اللي حصل في لندن لما انت قلت انا شرحت الكلام دوت على الفيسبوك, ودي طبعا كان الناس مسوقه ومجبوره, كان واضح جدا يعني واضحه. بس هل في تواجد بره حسيته كده انه الناس؟ لا ده هم كانوا 5-6 يعني 5-6 مش تواجد ولا حاجه يعني. سيبك انا شايف هنا LA كان الجو جميل وجو متاح وكل الناس متفضله عشان هم بعيد عن كل حاجه لوحدهم كده. دكتور باسم تحياتنا ليك مره تاني. شكرا ليك. شكرا.